إكسبرس. مرحبا بكم في ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، والبداية بأخبار منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 سنة ليلعب اليوم كأس العرب للناشئين. تبدأ اليوم مشاركته في كأس العرب للناشئين منتخبنا، يواجه 8 متاع الليل منتخب ليبيا. المباراة تتلعب في وهران وباش تكون منقولة على قناة السادسة الجزائرية، على قناة السعودية الرياضية، على يوتيوب الاتحاد العربي لكرة القدم وعلى العراقية الرياضية. في أخبار أنديتنا واستعداداتها الموسم القادم، الترجي يبدأ غدوة طرابلس بأسبوع في جربة، يبدأ غدوة يتواصل حتى 2 سبتمبر بليتو في جربة في زوز مباريات ودية ضد اتحاد بن قدين نهار 26 وضد اتحاد تطاوين نهار 1 سبتمبر. الملعب التونسي ينطلق زادة غدوة كيف في طرابلس في حمام بورقيبة، فيه مبدئيا زوز مباريات ودية، الأولى ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة، الثانية ضد الأولمبي البيجي، في انتظار مباراة برمجت مباراة ودية ثالثة يمكن برشا تكون ضد مستقبل سليمان. والنادي الرياضي الصفاقسي برمج مباراة ودية ضد الاتحاد الرياضي المنستيري باش تكون نهار السبت 5 نتاع العشية في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. في أخبار ميركاتو الأندية، الاتحاد الرياضي المنستيري توصل رسميا الاتفاق مع الثنائي عزيز الهرابي ومحمد المدفعي في انتظار إتمام بعض التفاصيل. ثم شوية تفاصيل إدارية قاعد يقوم بها النادي، من ثم يتم الإعلان الرسمي عن زوج صفقات. وفي الميركاتو زاد أولمبيك سيدي بوزيد أعلن اليوم عن فسخ عقد اللاعب حليم الدراجي. حسب بلاغ أولمبيك سيدي بوزيد، الفسخ جاء لأسباب تأديبية، ولكن اللاعب كان رد على الفيسبوك نتاعو وقال كونه الأسباب ماهيش تأديبية، ما عندها حتى علاقة بالأمور التأديبية، ولكن كان ثم اختلاف حول مدة العقد ما بين أولمبيك سيدي بوزيت واللاعب حليم الدراجي. وفي أخبار ميركاتو ملاعبيتنا، متوسط الميدان فادي بنشوك أمضى اليوم على عقد مدته زوز مواسم مع نادي حسنية أكادير المغربي بعد نهاية تجربته مع الترجي الرياضي التونسي. ذكروا كون الفريق هذايا حسنية أكادير كان انتدب منذ أسبوع تقريبا اللاعب التونسي حسام سويسي في شكل إعارة من القادسية الكويتي. في كرة اليد توج فريق الجمعية الرياضية النسائية بزغوان ببطولة تونس البيتش هاند بول. البطولة أقيمت على 4 مراحل في شواطئ المرسى، المعمورة، المهدية والحمامات بمشاركة 4 فرق. أكثر تفاصيل عن التتويج هذايا مع السيد محمد بسام عبدو نائب رئيس الجمعية الرياضية النسائية بزغوان في تصريحه لمزيك. الجمعية الرياضية النسائية بزغوين تأسست مارس 2019، كنا حققنا الصعود للقسم الوطني A في الموسم الأولاني نتاع التأسيس، من بعد الموسم الثاني حققنا صعود لقسم النخبة لكرة اليد، والموسم الثالث معناتها حققنا المانتيان ووصلنا للانكار كوب دو تونيزي، وثنين زادا حققنا إنجاز اللي هو حققنا بطولة تونس في كرة اليد الشاطئية. والحمد لله معناها قاعدين نخدموا هيئة شابة، معدل العمر نتاعنا 33 سنة، قاعدين نخدموا قاعدين نجتهدون نشرفوا في الجهة نتاعنا، وماذا بينا السلطات المحلية والجهوية تزيد تدعمنا. احنا ناخذوا كما تعرفوا في منحة من البلدية قيمتها 10 ملايين ومعناتها شوية الحقيقة، دونك ماذا بينا زيد سيد رئيس البلدية يقف معنا، سيد ويلي زغوين يقف معنا، وقاعدين نخدموا ان شاء الله ونطوروا في كرة اليد. ترنير موزيد عملنا ايفينمون انترناسيونال اسمه تونيزيان هاندبال ترينينغ ايديسيون 2، كنا قد جبنا فيه مكونين من برا ونجح بالكدا ايفينمون، وان شاء الله نزيد ونخدموا ونزيدوا نلقاو الدعم اللازم باش نكملوا نواصلوا في التألق نتاعنا والنجاح. خارج تونس، في أخبار الميركاتو، حسب وسائل إعلام إيطالية اليوفي صرف النظر عن انتداب ممفيس ديباي بسبب طلباته المادية. ويبدو حسب الصحفي الإيطالي جان لوكا دي مارزيو كون اليوفي أصبح مهتم أكثر بانتداب البولندي أريك ميليك مهاجم لوام، واللي يرغب الفريق في بيعه قبل نهاية عقده المنتظرة في 2025. وتشيلسي اليوم قدم أول عرض، هو العرض الرسمي الأول من تشيلسي إلى البرسا من أجل انتداب اللاعب الجابوني أوباميونغ. العرض ذا قيمته 15 مليون يورو، لكن البرسا قاعد تطالب ب 25 مليون يورو. الحقيقة البرسا يلزمها تبيع ملاعبي ولا اثنين على خاطر ما تنجمش تسجل آخر منتد بها اللي هو جورج كوندي، ويمكن برشا أوباميونغ هكا يمشي لتشيلسي يرجع مرة أخرى لإنجلترا مرة ذي من بوابة تشيلسي. في أهم مباريات خارج تونس اليوم، في الدوري المصري جولة 32، فاركو متأخر أمام المقاولون العرب بهدف لصفر بعد مرور 76 دقيقة. المباراة هذه شهدت مشاركة عزمي غومة حتى الدقيقة 60، خرج عزمي غومة، وثم زاد ملاعب نعرفوه بالكدا في تونس اللي هو اللاعب نادي الرياضي الصفاقسي كينغ كلي سوكاري اللي كانت حصل على ورقة حمراء. كيف في الدوري المصري، 7 نتاع العشية المصري بورسعيد يواجه بنك الأهلي، ياسر جلاسي وهيثم العيوني موجودين في قائمة المصري بورسعيد، والبطل الزمالك يواجه 7 نتاع العشية الاتحاد الاسكندري، سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي موجودين في المباراة الشكلية ذي لأنه الزمالك تأكد من تتويجه باللقب.
وفي اياب الدور التمهيدي الرابع من تشامبيونز ليغ الاوروبيه الثمانيه متاع الليل زوز مباريات، بنفيكا يواجه دينامو كييف، وبنفيكا كان انتصر في الذهاب 2-0، وفيكتوريا بيلزن يواجه كاراباخ، والذهاب كان انتهاء بالتعادل دون اهداف. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام.نت. نخليكم توا مع مالك وخالد ومكرم ومالك الثاني اللي هو مالك بوكتيف في عون بحر.